مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الشاب حمزة. حمزة 29 سنة، حمزة فنان. تبعوا معايا هاد التصاور ديالو. راهي يا الخوادري، هادي ديكاس لك الرايان. هاو شيه الله يرحمه. هاي يديه انايا. جمال وليدة. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صور ديال حمزة فنان، في لحظة من اللحظات كانوا متشبث بأنه يرسم المرحوم ريان في مجموعة من الأماكن في الدار البيضاء. في لحظة من اللحظات كيطيح مسكين من السلوم 6 متر، تصاب بكسر. الظروف ديالو صعبة. شوفوا معي القصة. حمزة، أنت رسام ممتاز، غتعاود لي على الرسم، كيفاش اكتشفتي الموهبة ديالك فيه؟ الموهبة ديالي كنت اكتشفتها في الصغر ديالي. كان الوالد الله يرحمه كان هو واحد الانسان ثقافي اجتماعي، كان عنده ميول في بزاف د الحوايج. هو كان تيحب هادشي ديال الارت، وكان تيعاملني بواحد المعاملة في الصغر اللي هي تعليم اجباري اللي ما لاحظتش حتى كبرت. وشن ترحم لي عليه، ملي هاد التعليم الاجباري اللي كان كيدير معايا في الصغر، هو كان بغي يكبر فيا واحد الميول ديال الرسم. ومن تما بقيت دزت في المدارس، قرات مع الدراري صحابي، كانوا تعجبهم الرسم لهم في الشكاير، في الدفشار، في اي حاجه بحال ما هكا. بديت هادشي بحال ولف، بحال هاك اللعب، بحال ماشي شي بحال كان عندي الرسم كانه غريزه عند اي واحد. كنت كنصحاب الرسم ما يمكنش يكون غير عندي انا بوحدي. من بعد بديت نكبر وتنشوف بالله اللمسات ديال الرسم ديالي بدات كتبدل احسن، وبداو الناس يزعموني بشويه بشويه باش غنبدا نرسم في جدار. يعني غنتنقل ما بين الورقه الجداريات. إذا كان ممكن حتى الصوت يكون شوية عالي باش المتتبعين يتبعوا معنا. غتعاود لي كيفاش جاتك الفكرة، وكيفاش تبعتي القصة ديال ريان توقعت الواقع؟ عاود معايا واسمعني. غادي تعاود معايا كيفاش بديتي القصة ديال ريان، كيفاش تأثرتي فيها، كيفاش مشيتي للجداريات وبديتي كترسم ريان؟ كنا عشنا واحد راكي قلنا في الأول واحد الخمس أيام اللي كنا كنشوفوا الطفل ريان لا في التليفون ولا في التلفازه، ولا خرجتي الزقه كتسمع الاخبار ديالو. يعني الانسان ولا مهتم بالامر ديال هاد الظروف اللي كان كيطيح فيها الطفل ريان. ولكن من بعد كنا فرحانين وكان عندنا امال ان شاء الله غادي يخرج هذاك الدري حي من 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 البئر. ولكن كانت واحد المفاجاه اللي كانت عندها واحد المده قليله، اللي عندها شي خمسه ديال الدقائق، اللي كانت عندنا مفاجاه ديال الموت ديال الطفل ريان الله يرحمه. وهاد الحاجه اللي ما كنتش تشارطنا لواحد بزاف، خلات فينا واحد الحرقه اللي علاش نشوفوا الطفل بحال هكا ود الشعب يطرى ليه بحال هكا، علاش نشوفوا بالله شي ربما كاين شي بزاف د الحوايج اللي كيعاونوا بزاف ناس غير برانيين وما تيعاونوش الدراري هنا ولاد البلاد اللي بزاف اللي عندهم بزاف الميول لا في الرسم ولا في الموسيقى ولا انا شفت نقول قدام عيني في احياء شعبيه بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، راه معروفين تقريبا، راه ماشي غير في كازا، في المغرب كامل. ويعني تنبغيو الناس اللي يعاونوا بحال هاد الشباب هذا في البلاد عندنا. ما يمكن بغينا الجمعيات يعاونوا هاد الشباب هادو. فهمت السؤال. دابا اللي بغيت تعاود ليا هو كيفاش طحتي من السلوم وانت كترسم ريان، كيفاش وقع ليك هذاك السلوم؟ شحال المسافه للارض؟ قلت لي 6 متر.
السامي درك كتش السلوم كتش حاطه على الحيط كتش خدام عاوني شويه بالصوت هز معايا الصوت واه مع شويه مع كتش خدام تشنط راسي حاط السلوم على الحيط خدام بخير واحد شويه تقرب طلعت باش غادي نبدا نعمر السلوم ما كانش مقاد مع الارضيه اللي كان محطوط على السلوم ما كانش مقاد شويه ملي طلعت بلي الله غنحط شي شي باش غادي نبدا بالصباغه نبدا نعمر حتى حسيت بلا السلوم بدا تيميل ملي ما عرفت راسي بلا طايح وتحكم شويه في السلوم ما بين رجلي حتى يقرب بين النص ديال الطيحه عاده باش حاولت ننقز الارض باش نخفف الدقه ملي نكون طايح ولكن الحمد لله جات لي غير في اليد ديالي كنت شويه حاولت نكون يعني كون ما كنتش عارف كيفاش نطيح ربما كون درت الكروسه ولا ربما انا مشولل ولا ربما انا ميش الحمد لله بعدا كاين ملي جات لي في هذا الحمد لله ملي جات لي بعدا كاينه غير في اليد ديالي هذا بلاء من عند الله وهذا شنو اللي وقع لك في يديك الكسر كيفاش الكسر مزدوج الكسر عندي مزدوج في الليل في من الداخل ومن برا والعظام شويه يعني الثمن الطبيب قال لي ما عند يعني ما يمكنش كدير غير القبص ونصيفطك بالله عرفني بالله انا اللي كترسم الطفل ديال الريان وقال لي بالله راه خاصك دير العمليه ديال العمليه الجراحيه وغادي يكون الحديد سوف اتمم عفوا نيابه عنك انت حسنيتك ثابته في الموضوع مشاهدينا الكرام حمزه فنان له مواصفات خاصه يختلف بها عن الغير طريقة ديال كلامه مستوى عالي تبارك الله ويحلل في الموضوع عاش القصة ديال ريان فحاول انه باش ما ينساهاش عطى عليها شعار لن انساك يا ريان وصل الجداريات كيرسم ريان في لحظة من لحظات القضاء والقدر لا يمكن اننا نناقشوا فيه طاح من سلوم 6 متر عنده كسر مزدوج ما عندوش الامكانيات هو مطالب بعملية والمغاربة كرماء وغادي يقدروا الظرفيه ديالو وحسن ونبل الاخلاق ديالو انهم غادي يساعدوه وفق المستطاع باش يداوى مشاهدينا الكرام النداء ديالنا لجل المغاربه اننا نساعدوا حمزه باش يواكب المسار ديالو وغادي نتبع معاه ان شاء الله الى يتصل الله تعالى ودار العمليه كيفاش غادي يولي مشاهدينا الكرام غنوضع رقم الهاتف ديال حمزه والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم